حبايبي الحلوين، رجعت لكم تاني النهاردة بحرف جديد، هو حرف ازاي. يلا نبدأ. زي ما اتعلمنا مع بعض في كتابة الحروف، لازم نركز على نقطة البداية والسطر. طب تعالوا مع بعض دلوقتي نتعرف على طريقة كتابة حرف ازاي بشكله الصحيح. لازم نبدأ من نقطة البداية. هنبدأ من نقطة البداية ونمشي مع الأسهم ونركز. هننزل من فوق السطر، هننزل بخط كده وننزل تحت السطر بخط منحني، وما ننساش ان حرف الزاي عنده نقطة من فوق. طب تعالوا نشوف مع بعض أصوات وأشكال حرف الزاي. أصوات حرف الزاي: زا، زي، زو. تاني: زا، زي، زو. طب تعالوا نشوف مع بعض أشكال حرف الزاي في أول ووسط وآخر الكلمة. إزاي في أول الكلمة؟ زي كلمة زرافة، زا، زا، زرافة، وده شكل إزاي في أول الكلمة. طب إزاي في وسط الكلمة؟ زي كلمة جزر، جزر، ده شكل حرف إزاي في وسط الكلمة. طب إزاي في آخر الكلمة؟ زي كلمة خبز، خبز، ده شكل إزاي في آخر الكلمة. النشاط اللي معانا دلوقتي هو نشاط انطق واختر الصوت الصحيح. هيظهر عندي مجموعة من الصور والمفروض نختار الصوت المناسب لكل صورة. يلا نبدأ. زينة، زي، زي، زينة، زينة. يا ترى الزينة بتبدأ بأي صوت؟ برافو، بتبدأ بصوت زاي كسرة، زي، زينة. تعالوا نشوف المثال اللي بعد كده. زجاجة، زو، زو، زجاجة. يا ترى كلمة زجاجة بتبدأ بأي صوت؟ برافو، بتبدأ بصوت زاي ضمة، زو، زجاجة. تعالوا نشوف المثال اللي بعد كده. زرافة، زا، زا، زرافة، زا، زا، زرافة. يا ترى بتبدأ بأي صوت؟ برافو، بتبدأ بصوت الزاي عليها فتحة، زا، زرافة. المثال اللي بعد كده. زهرة، زا، زا، زهرة. يا ترى زهرة بتبدأ بأي صوت؟ شاطرين، بتبدأ بزاي عليها فتحة، زا، زهرة. برافو عليكم. النشاط اللي معانا دلوقتي هو لاحظ ولون الصورة المناسبة للصوت. هيظهر عندي مجموعة من الأصوات وصوت كل صوت مجموعة من الأشكال مش ملونة. المفروض نلون الصورة المناسبة للصوت. تعالوا نشوف كده مع بعض. ده صوت زي، زي. تعالوا نشوف الأشكال. زيتون، زينة، زيتون، زينة. يا ترى هنلون أي شكل بيبدأ بصوت زي؟ برافو، هنلون زينة. شاطرين، تعالوا نشوف الصوت اللي بعد كده. زو، زو، زجاجة، زجاجة، زرافة، زرافة. يا ترى هنلون أي شكل بيبدأ بصوت زو؟ شاطرين، زجاجة. تعالوا نشوف الصوت اللي بعد كده. زا، زا، زا. تعالوا نشوف الأشكال. زهرة، زجاجة، زهرة، زجاجة. يا ترى هنلون أي شكل بيبدأ بصوت زا؟ برافو عليكم، زهرة. شاطرين.
النشاط اللي معايا دلوقتي هو اكتب الحرف الاول مع الضبط. هيظهر عندي مجموعه من الصور، المفروض نكتب الحرف مع الحركه المناسبه. تعالوا نشوف اول مثال. زهور، زو زو زهور. يا ترى هنضع اي حركة على حرف الزاي؟ شاطرين، هنضع ضمة. زو زهور. تعالوا نشوف المثال اللي بعد كده. زينة، زي زي زينة. يا ترى هنضع اي حركة على حرف الزاي؟ برافو، هنضع كسرة. زي زينة. تعالوا نشوف المثال الأخير. زرافة، ز ز زرافة. يا ترى هنضع أي حركة على حرف الزاي؟ فكروا. برافو، هنضع فتحة. ز زرافة. برافو عليكم. النشاط اللي معينا دلوقتي هو اكتب الكلمات التي رأيتها. عندي هنا في أول صندوق دوت عندي مجموعة من الحروف، هيظهر عندي صورة، المفروض أختار الحروف المكونة لكل صورة ونكتب الكلمة بتاعتها. تعالوا نشوف مع بعض. صورة زبد، زبد. تعالوا نختار الحروف المكونة لكلمة زبد. زو ب د. تاني، زو ب د، زبد. تعالوا مع بعض نكتب كلمة زبد. شاطرين، تعالوا نشوف الصورة اللي بعد كده. دي صورة جزر، جزر. تعالوا نختار الحروف المكونة للكلمة. ج ز ر. تاني، ج ز ر. تعالوا مع بعض نكتب كلمة جزر. شاطرين، تعالوا نشوف الصورة الأخيرة. خبز، خبز. تعالوا كده نشوف الحروف المكونة لكلمة خبز. خو ب ز. تاني، خو ب ز. احنا كده كوننا كلمة خبز. شاطرين كده النهاردة، يبقى احنا رجعنا مع بعض حرف الزاي وحلينا التدريبات بتاعته. اشوفكم المرة اللي جاية مع حرف جديد. باي باي.